المهندسة المعمارية لما حوحو رح تحكينا أكثر عن طريقة التملك الجديدة، خلينا نقول بظل الوضع الاقتصادي الراهن. صباح الخير. هاي ماريات، أهلا وسهلا فيك. مثل ما هلأ كنت عم تقولي أنت حضرتك أنه نحن هلأ الوضع الاقتصادي صار عم يفرض علينا أنه نفكر بطريقة لكيفية استملاك الشباب للشقق السكنية، وهيدا الوضع عم بشكل عبء على الشباب هلأ، أو إذا بدك الكابلز، إنه كيف أنا صار فيي إنه أتملك شقة بظل هيدا الظرف اللي أنا فيه. صحيح. وهيدا الشيء بخلينا نحن نهدف إنه نحن نلاقي طرق، أو إذا بدك حلول أو تريكس قانونية خاصة بالهندسة، إنه نقدر نأمن شقة ذات مساحة أقل، لكن تبين إنه هي تعطي إذا بدك مود إنه هي أكبر وأوسع، وأنه مريحة أنه هن كيفيون يفرشوها مثل ما هن كانوا بيحلموا. أو دايما هيك الكابل اخد فكرة أنه دايما البيت الكبير هو أحلى وأشرح وأوسع وبينبسط فيه، علما أنه بأوروبا أو بأمريكا البيوت الصغيرة هي المطلوبة أكتر شيء. فاليوم نحن رح نرجع نعتمد هيدا السيستم خاصة لكوبل مبلش جديد. تقريبا شو المساحة يلي عم نحكي فيها؟ نحن عم نحكي تقريبا بمساحة بتراوح بين 100 متر و150 متر، بتعتمد على عدد الغرف، واللي هي أكتر إذا بديك ال100 متر. بس كيفية نحن تحويلها لأنه هي تكون مريحة وسلسة لحتى الكابل أو المتزوجين جديدا يعني يقدروا يأمنوا فيها كل مستلزماتهم ضمن البيت. لما منقول 100 متر عم نحكي عن أوضتين نوم أو أوضة واحدة أو عم نحكي نحن بهالحالة عن صالون، سفرة، مطبخ، أوضتين نوم، حمامين. بس الطريقة الكرايتيريا اللي حتنعمل ضمن البيت واللي هي ضمن القانون أكيد هندسياً تقدر تخولك أنه أنت تشوفي هالشقة هالغرف أوسع وأريح من ما أنت كنت متوقعتيها، لأنه أنت بتعرفي أنا هلأ لما بقول لشخص أنه هيدي شقة 100 متر مربع دغري بينقذ انه انا هلا هيدا البيت ما حقدر افرشه مثل ما انا بدي، مثل ما انا بحلم. ما حقدر امن فيه المستلزمات اللي انا كنت بحلم فيها، كنت بحلم بشقه اكبر. بس هو مش مزبوط، يعني نحن عم نفتش على حلول او طرق اذا بدك لحتى نقدر نامن هالشيء. ولهيدا السبب انا موضوع اليوم بينقسم لشقين، الشق الاول اللي هو ضمن نطاق بيروت، والشق الثاني اللي هو خارج نطاق بيروت. بالاسم اللي بيتعلق بضمن نطاق بيروت، مثل ما كنا نعرف في شقة احنا في صور على كل حال عم نشوفها عم تمر على الشاشة، هيدي واحدة من الاكزامبلز اللي نحن اعتمدنا فيها عقار عبارة عن 240 متر مربع، واللي هي تعتبر كثير صغيرة نسبيا لشو كانوا المستثمرين قبل، انه هن كانوا يشتروا عقارات عبارة عن 600 ل 1000 متر مربع ليعمروا شقة عبارة عن 300 ل 400 متر. صحيح. مربع، واللي هلا تعتبر فيري هيوج، يعني نحن ولا ما بقى بتخولنا غالية 100%، شقة كبيرة وغالية. أوكي. فالفكرة وراء هذا الموضوع أنه نحن نقدر نأمن ضمن هالقد عقار صغير، يعني نحن بنكون عم نفيد المستثمر وبنفس الوقت الشباب أنه هن كيف بدهم يمشوا إذا بدك بنفس الاتجاه. بهيدا المبنى اللي هو مشروع نحن هلا قمنا بتنفيذه بعقار ضمن بيروت، قدرنا انه نطلع من عقار 240 متر مربع بنايه بتتالف من 8 طوابق. اوكي. 6 منهم هن عباره عن تيبيكال فلورز، يعني اذا بدك قصص مطابقه، اللي هي عباره عن شقه ال 100 متر مربع، وعم قدرنا نعمل دوبلكس شقه بال طابق واحد، طابق شقه، طابق شقه، كل طابق شقه، ودوبلكس اللي هو على اخر طابقين، وهيدا اكيد بيعتمد على الطلب، اللي هو عباره كمان عن 150 متر مربع. يعني انا لما اقول دوبلكس العالم بتفكر 300 متر. انا حتى قادره انه امن ضمن نفس العقار الصغير وضمن نفس المبنى اللي هو بيتحمل 100 متر مربع، اقدر كمان امن دوبلكس، اقدر امن عدد غرف زايده حسب الطلب. وعلى كل حال في حال كمان حدا من الشباب كان على باله انه ياخذ 200 متر، خليني اقول بيقدر يستثمر هون، فيك تعملي له دوبلكس طبقين على بعض، بقدر هيدا. فعني عندي الفلكسبيليتي اذا بدك المرونه انه انا اتصرف بالمبنى مثل ما انا بدي ضمن مساحه معينه انا هلا عم بتأيد حتى فيها. حلو الخضار يعني. ايه هلا ما نحن بدك تروحي كمان اكثر للسستينابيليتي اللي هو الشق الثاني اللي انا هلا بدي احكي فيه. مزبوط. واللي هو بس هون انا عم شوف شوي كيف التقسيم تبع الشقه 100%. هلا انت هون عم بتشوفي الطابق الدوبلكس اللي هو اول طابق من الدوبلكس، اللي هو عباره عن صالون، سفره، مطبخ اكيد. أوكي. واسع، غرفه لعاملة المنزل، وحمام ضيوف، والطابق العلوي اللي هو عباره عن غرف النوم، وحتى قدرنا نفوت فيه تراس مطل بيقدر يجمع
العيلة بالطابق العلوي. طيب في شرفات بهيدي الشقة اللي هي 100 متر أم كمان استفدتوا من الشرفات وقدرتوا تحطوا؟ نحن ها هي الكرايتيريا اللي أنا بدي أحكي عنها، اللي هي كيف أنا بقدر إني وسع شقتي ضمن القانون، الشيء اللي أنا كنت عم بلش فيه بالحديث. انه نحن في عنا تو كرايتيرياز، نحن في عنا اول شيء عنا موزع المنزل اللي هو الكوريدور. انا بحاله الكوريدور يوجوالي بتكون المساحات اللي عم بتضيع ضمن الشقه بتلاقي كوريدور كبير يمكن كثير طويل عم بيقدر يوصلني من اوضه لاوضه لاوضه، بتلاقيه كثير عم بيضيع مساحات انا بقدر استفيد منها ضمن الشقه. فهيدا اول كرايتيريا انا بقدر استفيد منه، انه انا اكون عم بمشي مباشره انا من الباب لغرفي بدون ما ضيع اي مساحه. ثاني كرايتيريا واللي هي الاهم اللي هو موضوع البلاكين ضمن الشقه. نحن عاده بيكونوا البلاكين موزعين بطريقه اذا بدك عشوائيه تيخدموا الواجهه من برا اكثر ما انه انا استفيد منه ضمن الغرف انتيرير يعني. صحيح. الكرايتيريا اللي نحن اعتمدناها واللي هو القانون بيسمح فيها، اللي هي انه في القانون بيسمح انه انا هول الشرفات انه انا افتحهم واززهم وضم المساحه تبعيتهم كامتداد للغرف من جوا. يعني مثلا حاعطيك اكزامبل، اذا انا عندي صالون سفره عباره عن 3 امتار ونص ب 5 امتار، بقدر اعمل لها انا على قد عرض 3 امتار ونص شرفه امتداد اللي هي عباره عن مترين وافتحها، فانا صار صالوني هلا عباره عن 3 امتار ونص ب 7 امتار. يعني انا اذا بيجي بقول لك 3 امتار ونص ب 7 امتار حتقولي لي انه انا بقدر افرشه بسهوله، بقدر اتحكم فيه. صحيح. حيبين واسع، ما حيعطيني انه هو مدى صغير. ناهيك انه عن هلا الشرفه بدمر بيروت ما بقى بنستغلها، يعني هي صارت اذا بدك ويست اريا، لانه بتعرفي انت المباني كلها ملاصقه لبعضها. صحيح. ما عم بستفيد منها. سو هول التو كرايتيرياز هن اللي بيساعدوا، ونحن بهالحاله بنكون عم نلبي حاجات المستثمر والشباب بنفس الوقت. اما الشقه الثانيه ايه هلا انا هيدا مبسوطه فيه، لانه عم نطلع شوي من بيروت عم نروح على خليني اقول الضياع، وفي كثير ناس عندها اراضي بالضياع وما عم تعرف يمكن كيف بدها تستثمرها، او حتى خايفه تفوت هلا بانه هلا بدنا نعمر وهلا مش وقتها وهيك. قد ايه اليوم فيهم يستفيدوا عن جد من هالارض، وبتقدر هالارض خليني قلت خليهم يستغنوا عن كثير قصص بيدفعوا حقها مرتين وثلاثه مثل كهرباء ومي وغيرها؟ 100%. هيدا هو الشق الثاني من موضوعي واللي هو انا خارج نطاق بيروت، واللي هو اذا انا عندي ارض لو كانت صغيره نسبيا انا بقدر عمر عليها فلات اللي هي عباره فيها تكون عن 100 متر مربع، بس انا بنفس الوقت عم بستعمل اذا بدك الميكانيزم اللي اسمها سستينابيليتي او ايكو فريندلي واللي هي صديقه للبيئه 100%. بهالطريقه انا بكون عم بستعمل للشقه اللي انا عم بعمرها موارد طبيعيه ومواد معاد تدويرها بستعملها فيها، واللي هي بتامن لي لايف سبان اكبر من انه انا اكون عم بعتمد على شقه انا داخل نطاق بيروت اللي هي عاديه جدا. بنفس الوقت انا بستفيد من الموارد الطبيعيه، مثل ما بنعرف نحن هلا عم نعاني من موضوع الكهرباء، من موضوع المي، من موضوع حتى في يزرع يعني ما ضروري حتى نفتح هذا الموضوع لانه كلياتنا عم نعيشه. فالفكرة أنه أنا فيني أستعمل الموارد الطبيعية واللي هي عبارة عن طاقة شمسية، عن تخزين المياه، عن تكرير المياه المنزلية، هيدا غير التسخين، التبريد، الإضاءة. صار فيني أنا لو بدي أحط مبلغ صغير جداً أنه أنا أمنهم ضمن منزلي بطريقه انه انا استغني اذا بدك عن هالعبء اللي عم ينحط علينا. هلا هو يمكن لمره رح يندفع هيدا المبلغ، ولكن رح يبقى كل العمر عم يستفيد من تبعاته، وشو رح هيك تكون الايجابيه تبعيته خليني اقول ما بين كهرباء ومي وخضار حد البيت، وما بيعود حتى يضطر انه يدفع 100 شغله ب 100 محل. 100%. واللي هي هلا انت لما بتحكي عن ايكو فريندلي، هي مش بس انه انا عم تخدم البيئة، هي البيئة إذا بدك عم تخدمنا أكثر ما نحن عم نخدمها. يعني أنت عم بتقدمي له، بس هي عم تقدم لك بالمقابل أكثر، اللي هي لايف سبان، اللي هي صحيا، اللي هي سلامتك. هذا هو موضوعنا. كثير ايجابي معك لمحوحو كان الموضوع، وهيك عم نحاول عم نشجع الشباب انه دائما ايه في حلول بديله وما حدا هيك يسكر القصص قدام عيونه وما يقشعها. شكرا لك لما ولوجودك معنا. اول بريك بحلقه اليوم، وبنرجع مشاهدينا لنتابع باقي فقراتنا.